عمرك سمعت قبل كده إن جامعة هارفارد أو جامعة كامبريدج قبل ما بتقبل الطلاب بتحب تقعد مع أهالي الطلاب؟ يعني تحب تقعد معاهم كده وتسألهم شوية أسئلة؟ أسئلة بقى: عنده كام في البنك؟ راكب عربية إيه؟ هل عنده شاليه في الساحل ولا لأ؟ أبوه بيشتغل إيه؟ عمرك سمعت عن حاجة زي كده؟ طب عمرك سمعت إن الأطفال في أوروبا في المدارس لما بيحبوا كده يتمنظروا على بعض، أو زي ما بنقول كده يعلوا على بعض، يقعدوا يقارنوا كل واحد فيهم أبوه راكب عربية إيه أو بيصيفوا فين؟ أنا بصيف في دبي وأنا بصيف في لندن، أو كل واحد لابس براندز إيه؟ للأسف وبكل أسف كل الحاجات الخيالية اللي أنا بسألها دي بتحصل في مصر في المدارس المالتي ناشونالز، واللي على أساسها بيقرروا بقى الطفل ده ليه الحق إن هو يتعلم تعليم محترم ولا لأ. لما تلاقي إن مؤسسة تربوية، وحط 100 خط تحت مؤسسة تربوية، إنها بقت مؤسسة تجارية مبنية على الجشع والتمييز ما بين الأطفال وأهاليهم، يبقى أعرف إن إحنا في مرحلة خطر جدا. واللي بيضايقني بقى إن المؤسسة التربوية دي ولا ليها ضابط ولا رابط. اللعب النفسي اللي بتلعبه المدارس المالتي ناشونالز لعب نفسي خطير جدا، لأنها بتحط ريكوايرمنتس كتيرة جدا عشان تقبل طفلك. فأول لما بتلاقيه اتقبل بتحس إنه خلاص كده دخل الكونجرس، ولو اترفض بتحس إن طفلك اللي عنده 4 سنين خلاص بقى فاشل ومستقبله ضاع. فطبعاً أول لما يقولولك خلاص ابنك بقى accepted أو اتقبل، ما بتفكرش بقى في مصاريف ولا بتفكر في أي حاجة، لأن خلاص بتبقى يعني فرحة الدنيا إن هما قبلوا ابنك. مفيش مبرر في الدنيا يخلي إن ابنك اللي عنده 4 سنين أو بنتك اللي عندها 4 سنين تعمل انترفيو في المدارس دي لمدة 2 ساعة. ده إحنا اللي عندنا 30 سنة لما بنعمل انترفيو 2 ساعة وما تقبلناش بيجيلنا إحباط نفسي، ما بالك بقى طفلك لما يعرف بعد كده إن هو ما تقبلش. طب افرض مثلاً ابنك أو بنتك انتروفيرت، انطوائيين، وغصب عنهم ما عرفوش يردوا على الأسئلة اللي هم تسألوها مع إن الأسئلة في دماغهم وعارفينها كويس، هل ده معناه إن هم مش صالحين إن هم يدخلوا المدرسة أو مش أذكياء؟ طب افرض أهلك ما بيعرفوش يتكلموا إنجليزي كويس، وكل أملهم إن هما يشتغلوا ويحوشوا فلوس عشان يعلموا ابنهم التعليم اللي كان نفسهم يتعلموه، ده معناها برضو إن هما ملهمش الحق إن ابنهم يتعلم تعليم محترم؟ هل مثلا مبدأ إن المدرسة هتلم هو ده المؤسسة التربوية اللي مبنية عليه؟ وعلى فكرة اللي أنا بقى عايزة أقوله لكم، لا هتلم، لأن مش كل ولاد الناس معاهم فلوس، ولا كل اللي معاهم فلوس ولاد ناس، ولا في أي سبب ولا مبرر إن يخلي أي مدرسة في مصر حتى لو كانت مالتي ناشونال زي ما بيقولوا كده إن مصاريفها ممكن توصل ل 150,000 جنيه أو أكتر، ومنهجها بالنسبة لي أقل بكتير من أي منهج في مدرسة حكومية في أوروبا. مادة 19 في الدستور المصري بتدي الحق لكل طفل إنه يتعلم تعليم كويس، وتعليم يديله الفرصة إن هو يبقى عنده الفكر الإبداعي. طب هل كل المدارس الحكومية بتدي الحق للطفل ده؟ أكيد لا، كلنا عارفين إنه لا. عشان كده إحنا بنتجه إن إحنا ندخل ولادنا للمدارس المالتي ناشونالز، مش عشان هي فشخرة وخلاص. زي ما الدستور المصري بيدي حق لكل طفل إن هو يتعلم تعليم محترم، زي ما لازم كمان يديله الحق إن هو يطلع سوي نفسيا. بمعنى ان يا فرحتي لو انا ابني اتعلم تعليم كويس قوي بقى عنده الامريكان اكسنت او البريتش اكسنت، بس هو متدمر نفسيا من جوه. ممكن يتدمر نفسيا من عوامل كتيره قوي، بس انه يتدمر نفسيا من المؤسسه التربويه دي بالنسبه لي اللي مشكله. وبعد كل اللي بيحصل كل ده في الاهالي، مش الاهالي بس، ده اطفالهم كمان، لسه المدارس بتخالف القانون. أهم حاجة لازم تعرفها في الحلقة إن قرار وزير التربية والتعليم رقم 420 ل2014 قال حاجة كويسة جداً، منع إن المدارس المالتي ناشونالز إن هما يفرضوا مصاريف أو رسوم أكتر من 15%، ومش كل سنة، لأ، كل 5 سنين. هل بقى المدارس المالتي ناشونالز بتطبق القانون ده؟ اللي أنا عايزة أقوله كمان إن أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم إن في قانون خاص دلوقتي بيتناقش في مجلس النواب، قانون خاص بالمدارس المالتي ناشونالز أو المؤسسات التربوية دي لمواجهة جشعهم وطمعهم. أنا عايزة أوجه رسالة لوزارة التربية والتعليم،
عايزه اقول لهم ان طول ما في تاخير في اصدار القانون اللي بيحارب جشع وطمع المدارس المالتي ناشونالز، طول ما هيبقى في اهالي بيتداينوا وبياخدوا قروض وبيكتئبوا، مش بعيد كمان ان هم كمان يتطلقوا بسبب مؤسسه المفروض انها تبقى مؤسسه تعليميه مش تجاريه. والحق حقك.